آل محمد. نسأل وعليكم جميعا، وعليكم جميعا، سلمكم الله جميعا جميعا. نسألك الدعاء شيخنا حفظك الله. العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا، وقل الفدا يا قتيل العدا، ومسلوب العمامة والرداء، مغسلا بالدماء يا غريب يا مظلوم كربلا، وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا، ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمل ضيغم، ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم، يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلمون، ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزايا يمزم، لم يدر أين يريح بدن ركابه
فكأنما المأوى عليه محرم. أنا باحج يا ربي ونيتي كل شي الذي تريد، ولبس الحرام بدال أصبح لبس الحديد، والتلبية لبيك ظل مقطوع الوريد، حر الشمس والراس فوق السمهرية، لبيك لبيك الجسد كعبة بالطفوف، خيل وأعاد تحاوط ومن حوله الطوف، ومثل الحجر الأسود تقبل نحر السيوف، ومثل الأضاحي أنذبح فوق الوطيء. أما وقوف بعرفة في يوم عاشور، وتقصير قطعة خنصر بحد البواتر، وأما مبيتي في منى تحت الحوافر، أبقى وعلى صدري تدوس الأعوج. أما السعي سعي العقيل من السياط، الصفا الصفا تل الزينبي والمروة فسطاط، منها طلعت زينب تهر والسبعة شواط، والعيد عيد الشام لو راحت سبي. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. أطروا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. موضوعنا بعون الله تعالى الانتظار، قراءة في المفهوم والفضل. النقطة الأولى: ما هو معنى الانتظار؟ نبدأ أولا بالمعنى اللغوي. قواميس اللغة العربية كما يظهر لم تشرح الانتظار، بل جعلته شارحا. فأنت تلاحظ أن بعض الكلمات حين أراد اللغويون شرحها قالوا هي الانتظار، يعني مثلا لم يعقب قالوا أي لم ينتظر، مثلا التربص واللبث والمكث والرصد والارتقاب وغيرها من الكلمات. لما جاءوا يشرحونها قالوا هذه معناها الانتظار. هنا عندنا ملاحظتان. ملاحظة الأولى: طبعا يوجد رأي أن اللغة لا يوجد فيها ترادف، يعني ما عندنا كلمتين بنفس المعنى 100%، لازم في فرق بينهما ولو فرق بسيط، خصوصا هذه الكلمات اللي أهل اللغة قالوا بينها ترادف. بعض اللغويين قال هذه الارتقاب والتربص واللبث والرصد والتأني وغيرها، يوجد فرق بينها وبين الانتظار، وهو قالوا هذه انتظار وزيادة. يعني ماذا؟
يعني مثلا أجيب مثالين. مثلا التربص، قيل بأن التربص انتظار طويل، مو انتظار عادي، الانتظار الطويل يقال له تربص. مثلا اللبث، قيل بأنه انتظار مجبر عليه، مو بكيفك، أجبرت على هذا الانتظار فيسمى لبثا. هكذا ادعى بعضهم. فعلى كل حال، الملاحظة الأولى أن الانتظار قريب من هالمعاني، مو متساوي معها 100%. ملاحظة الثانية، جميع هذه الكلمات المذكورة فيها شيء مميز، وهي أنها فيها عمل، فيها حركة، ما فيها جمود وسكون وعدم شيء. يعني ما يمكن تقول هذا منتظر وهو لا يعمل أي شيء. ما عندنا انتظار أن تضع رجلا على رجل فيقال لك منتظر. انتظار بطبيعته، بقرينة جمعه مع هذه الكلمات، لا بد في الانتظار من عمل، من شغل. هذه الكلمات كلها، الرصد مثلا، اللبث والتربص، كلها فيها عمل، سواء عمل قلبي أو عمل لساني أو عمل جوارحي. فالمهم أن جميع هذه الكلمات تحتوي على عمل وعلى شغل، فلا يمكن أن يكون الانتظار خاليا من العمل. هذا المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي مو بعيد عن هذا المعنى. قيل بأن الانتظار حالة قلبية باعثة على التهيؤ لفرج صاحب الزمان. هذا، اللهم صل على محمد وعلى محمد. النقطة الثانية، ما هو فضل الانتظار؟ يا إخوة، بعض علمائنا يقول روايات الانتظار وفضل الانتظار متواترة، هذا من جهة عددها، من جهة كيفيتها متنوعة تنوعا كبيرا لإثبات هذه الدعوة. سآتيكم ببعض النماذج على أساليب الأئمة في تشجيعنا على الانتظار. أقول هذه بعض أساليب الأئمة، ربما 10 أساليب أو أكثر إذا تتبعت الروايات. بعض الأساليب أنقل. الأسلوب الأول، طبعا سأنقل الروايات بالمضمون وأحاول أن أجعلها قريبة من النص. الأسلوب الأول أسلوب التفضيل المطلق، يعني بعض الروايات جعلت انتظار الفرج أفضل عمل على الإطلاق. مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، هذه الرواية ينقلها الإمام الرضا عن آبائه، عن أجداده، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. طبعا هذا النص منقول أيضا بنقولات قريبة منه، يعني هذه تقول أفضل أعمال أمتي. رواية ثانية، أمير المؤمنين يروي عن رسول الله أحب الأعمال انتظار الفرج. رواية ثالثة، مو أحب الأعمال، أفضل العبادة انتظار الفرج. هذه كلها تدخل في أسلوب واحد، جعل الانتظار أفضل شيء على الإطلاق. إذن هذا الأسلوب الأول. قبل لا نمشي عنه، يمكن أنت عندك إشكال، تقول هذه الروايات ما تعرضت لانتظار الإمام، هذه الروايات تتكلم عن شعام انتظار الفرج، فليش انت خصصت بخصوص هذا الفرج الذي نحن نعتقد به؟ ليش ما نقول أن هذه الروايات تتكلم عن مطلق الانتظار، عن مطلق الفرج؟ الجواب، هذه الروايات فيها ألف ولام، والظاهر أن الألف واللام التي فيها ألف ولام عهدية. قالت انتظار الفرج، هذه ألف ولام عهدية. وش الألف واللام العهدية؟ أنا إذا بيني وبينك عهد، يعني مثلا أعطيتك كتاب، نجي بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثة ونسولف، أنت تبدأ تقول هذا الكتاب قيم، هذا الكتاب مهم، هذا الكتاب نافع. ما قلت أنا أي كتاب، أنا قلت ما حددت وش هذا الكتاب، لكن أنت فهمت أنه يقصد هذا الكتاب المعين المشخص، هذه يسموها ألف ولام عهدية. الآن نحن لما يقال لنا الآل معصومون، ما يحتاج يقولوا لنا أي آل،
الآل هذه ألف ولام عهدية، بيننا عهد، متى ما ذكرت هذه الكلمة يذهب الذهن إلى أهل البيت سلام الله عليهم، هذه ألف ولام عهدية يسموها. طيب الفرج مستخدم في روايات كثيرة للفرج المخصوص، يعني لما تلاحظ أهل البيت في كلماتهم تجدهم يستخدمون هذا المصطلح في ظهور صاحب الزمان، بل تجد الرواة يجوا يسألوا الإمام يقول طال علينا الفرج، متى الفرج، ودائما الرواة يقصدوا هذا الفرج المخصوص. إذن نتيجة هذا الاستخدام الكثير من الأئمة الظاهر أن الفرج هنا هو الفرج المعروف بين المؤمنين، هذا أولا. ثانيا يقول مناسبة الحكم للموضوع، يعني ماذا؟ يعني الثواب الوارد في هالروايات لا يتلائم مع أي انتظار ومع أي فرج، لابد أن يكون فرجا عظيما عاليا حتى يصح أن يكون أفضل عمل أفضل عبادة، مو أي انتظار ولا أي فرج. فإذا هذه أيضا قرينة على أن هذه الروايات تتكلم عن فرج هو أهم فرج، وانتظار هو أهم انتظار، وهذا لا ينطبق إلا على انتظار الإمام. هذه روايات تندرج ضمن الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني المقايسة بين الانتظار وبين بعض العبادات، يعني أنت تعرف أهمية الصلاة، أهمية الجهاد، أهمية الصيام، تعرف أهمية العبادات، تجيك روايات تقول الانتظار مثل هذه العبادات، مثلا الحج، عفوا الجهاد، جهاد عظيم فوق كل بر بر حتى يقتل الشهيد في سبيل الله، جنابك تعرف أن الجهاد مهم. تأتي روايات تتدرج بعد، تأتي روايات تقول الانتظار كالجهاد، مثلا جاء عن أمير المؤمنين سلام الله عليه والمنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله، مو بس شهيد، متشحط بدمه، مبالغة في الدلالة على الشهادة والتضحية. أو مثلا أنا أخليها مرتبة من الأخف إلى الأكثر، مثلا عن إمامنا الصادق سلام الله عليه، وهذه بشارة لكم أيها المؤمنون، من مات وهو منتظر لهذا الأمر كان كمن هو قائم مع الإمام في فسطاطه. ثم سكت الإمام وقال بعد ذلك لا، كمن هو يقارع بالسيف معه. ثم سكت قليلا وقال بعد ذلك لا والله، بل كمن جاهد مع رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن هذه بعد أعلى، تجي رواية ثالثة أعلى من هاتين الروايتين عن زين العابدين سلام الله عليه، من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله ثواب 1000 شهيد من شهداء بدر وأحد. فإذن هذا النموذج الثاني، روايات تقارن بين الانتظار وبين العبادات، اخترت لكم الجهاد، في عبادات ثانية بعد، الصوم مثلا جاء في الرواية والمنتظر لأمرنا كالصائم القائم، يعني له ثواب الصائم القائم. خب هذا نموذج ثاني، إذن مقارنة بين الانتظار وبين العبادات. الأسلوب الثالث، بعض الروايات جعلت الانتظار هو سبب قبول الأعمال، يعني الصلاة لا تقبل، الصوم لا يقبل، الحج لا يقبل، العبادات لا تقبل إلا إذا كنت منتظرا. رواية عن إمامنا الصادق مفصلة محل الشاهد منها، قال ألا أخبركم بما لا يقبل الله عمل عبد إلا به، عدد أشياء ثم قال والانتظار لقائمنا، إذن لا يقبل الله عملا إلا بهذا الأمر. هذا أسلوب ثالث. الأسلوب الرابع وأظنه أرفع الأساليب وأعظمها، ما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، أيضا رواية مفصلة، إلى أن يقول سلام، إلى أن يقول سلام الله عليه فمن ثبت على دينه
ولم يقس قلبه رغم طول غيبة إمامه، رغم طول أمد غيبة إمامه، كان معي في درجتي في الجنة. هذا الأسلوب هو أرفع الأساليب. الإمام ما يقول شهادة ولا يقول صيام ولا يقول جهاد، يقول هذا له ثواب أن يكون معي في درجتي يوم القيامة. انتهينا من هذه النقطة، صلوا على محمد وآله. النقطة الثالثة، لعلك تقول لماذا هذا التفاوت في الثواب؟ يعني نحن نلاحظ بعض الروايات تقول له ثواب شهيد، روايات تقول شهيد مع رسول الله، روايات تقول 1000 شهيد. هذا تفاوت، ألا يلزم من ذلك التناقض؟ يعني أنا ما عرفت الحين شنو الثواب، واحدة تقول شهيد واحدة تقول 1000 شهيد، واحدة تقول مع رسول الله، فهل هذا تناقض؟ أذكر جوابين. جواب الأول، توجد قاعدة عند العلماء لا تعارض بين المثبتات. يعني ماذا؟ أضرب لك مثال، أنت رحت تزور واحد جاي من العراق، زائر أهل البيت هنيئا له، فتروح له يسولف وياك يقول لك زرت كربلاء، يدخل واحد ثاني يسولف بعده يقول له رحنا بغداد، الواحد الثالث يقول له رحنا سامراء، هل هذا كلامه متعارض؟ لا، لا تعارض بين المثبتات. يعني أول مرة أثبت مكانا، المرة الثانية أثبت مكانا آخر، المرة الثالثة مكانا ثالثة، لا يوجد تناف بينهما. يعني هو في المرة الأولى ما قال أنا ذهبت كربلاء ولم أذهب غيرها، ما قال الحكي هذا. لما الإمام يقول له ثواب 1000 شهيد، ما قال ما إله ثواب ثاني، أثبت شيئا ولم ينفي غيره. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أن هذا التفاوت ناظر لتفاوت المنتظرين، ليس الكل انتظارهم على درجة واحدة، يوجد تفاوت واضح. والله عادل، لا يمكن أن يساوي بين هذا المنتظر وبين غيره. ولهذا أنا أحتاج لأن أعرف ما هي عوامل التفاضل بين المنتظرين، لماذا هذا يعطى ثواب أعظم من ذاك. أذكر 3 هي أهم العوامل. العامل الأول، المعرفة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طبيعي هذا، مو معقول أن يساوى من يعرف إمامه معرفة كاملة تامة بمن لا يعرف إلا اسمه. وأنا هنا أقول كلمة ربما تقول سمعتها منك سابقا، ولكن ثق بأنني لو رأيتها حلت لما كررتها. أبناؤنا هؤلاء الأمانة، نحن إن شاء الله عندنا هذه المعرفة، لكن الجيل الجديد اجلس معهم قل لهم أنتم تؤمنون بإمام، ما دليل إمامته؟ ما دليل ولادته؟ لماذا نؤمن باثني عشر إماما؟ ليش مو 13؟ ليش مو 11؟ كيف نؤمن بإمامة شخص له كل هذا العمر؟ ولدي يعرف يجاوب، لو ما عنده أي معرفة، هو يعرف الاسم بس، مع الأسف عقله محشو بأمور تافهة. لما تسمع يتكلم ويسولف هو عقله منشغل بالألعاب، بالجوال، بالآيباد، بهذه الأمور، لكن الأمور التي سيبنى عليها دينه معرفته صفر، بلا مبالغة صفر. يعني هذه الأمور أنا الآن لو تكلمت عنها في العشرة ستقول يعني شنو هالمواضيع هذه، طول عمر الإمام، دليل إمامته، دليل غيبته، هذه الأمور نعرفها تعلمناها. لكن مع الأسف أنت تعلمتها لكن الجيل الجديد يجهلها، لا يعرفها. طبيعي
أن المنتظر العارف سيكون فضله وثوابه غير الذي لا يعرف شيئا. شيخ لطف الله الصافي قدس الله نفسه توفي قبل مدة بسيطة، أحد مراجع قم المقدسة ينقل قضية عن السيد البروجردي. السيد البروجردي زعيم من زعماء الشيعة، هذا العالم كان عنده مجلس حسيني في بيته، كان يقعد برا في الساحة والخطيب داخل المجلس. الخطيب بحسن نية بدون التفات قال لسلامة المولى صاحب الزمان وسلامة السيد البروجردي ادعوا بهذا الدعاء. يقول السيد بشيبة تشفناه قام مسرع ضرب الباب بعكازه، قال من الذي قرنني بصاحب الزمان؟ كيف تذكرني أنا في عرض الإمام ومع الإمام وأهل البيت يقولون نحن أهل بيت لا يقاس بنا أحد؟ أكو مستوى من المعرفة مطلوب يا مؤمنين حتى أسمى منتظرا. هذا أول عامل. العامل الثاني الإخلاص. إحنا بعد ما عرفنا أن العامل الأول عقلي، العامل الثاني قلبي، نحتاج لإخلاص. يعني لما تسأل المنتظرين سترى أجوبة مختلفة. فلان ليش تنتظر الإمام؟ يقول لك والله أنا عندي مشاكل، ابتلاءات، مصاعب، مصائب، وسمعت الإمام إذا طلع المشاكل تنحل فأريده أن يخرج حتى تحل مشاكلي. هذا نظرته جدا ضيقة. واحد ثاني يقول لك لأجل هذه الأمة الإسلامية شوف مشاكلها، شوف ابتلاءاتها، أريد الإمام أن يخلص الناس من هذه المشاكل. هذا جيد، نظرته أفضل. واحد ثالث يقول لك لأجل الثواب، لأجل الأجر، أنا أنتظر الإمام. واحد رابع يقول أنا أنتظر الإمام لأجله لا لشيء آخر، أنا أريد رضاه لا شيء آخر، أريد حبه لا شيء آخر. شيخ محمد طه نجف أحد مراجعنا العظام أصيب بمجموعة أمراض في حياته، يقال بأنه صار كفيفا، ولكن هذا العالم رغم هذه الابتلاءات كان يأتي لحرم أمير المؤمنين يدعو ويبكي ويتوسل لأجل حاجة، مو مرض، لا، كان يدعو يقول أريد علامة أن صاحب الزمان راض عني. أنا لا متصدي للمرجعية، متصدي للقضاء، وهذا هل الإمام راضي عنا لو لا؟ طبعا ما حصل جواب، أتخطر أني نقلت هذا الشاهد سابقا فأختصره. فكان قد لازم بيته بعد ذلك، قال بعد خلاص، ظل على الفراش يبكي وينوح على حاله، قال مبين الإمام مو راضي عني. توسل بالإمام، قال سيدي إما أن تروني علامة وتنازل عن كل ما أنا عليه. هذا اللي متصدي إلى أترك بعد، أعرف أنكم ما تريدوني، مو راضين عني، إلى أن أراه الإمام تلك العلامة محل شاهدي. هذه الروحية مطلوبة، أني أنا أعمل ونيتي وغرضي رضا الإمام، روحي فداء. العامل الثالث بعد ما تكلمنا عن العقل والقلب، الآن باقي الأعضاء والجوارح. العامل الثالث الذي يجعل هذا انتظار عالي وذاك انتظار جدا بسيط هو العمل. يعني مثلا أكو شخص يذكر إمامه ومقدار ذكره للإمام ليلة مولده، هذا إذا حضر المجلس، ليلة ميلاد الإمام المجالس بعضها تشتكي، إذا استمع إلى مجلس الإمام يذكر إمامه ليلة في السنة. أكو واحد لا، شهريا عند مجلس يذكر فيه الإمام. أكو واحد أسبوعيا يوم الجمعة يذكر الإمام. أكو واحد يوميا يقرأ دعاء العهد ويذكر الإمام. طبيعي هؤلاء لا يتساوون، لازم يتفاوتوا، الله عادل، فلا بد أن يعطي الذي يرتبط بإمامه أكثر ويعمل أكثر ثوابا أرفع من الآخر. فتفاوت الروايات في الثواب ناظر لهذه العوامل. هذه العوامل احفظها يا عزيزي، هي ليست في الانتظار فقط، في جميع الأمور. لماذا الله يجعل هذه الصلاة أفضل من تلك؟ هذه هي العوامل: المعرفة والنية وكيفية الأداء. لماذا الزيارة هذه أفضل من تلك؟
معرفته بالحسين، نيته في زيارته، كيفية أدائه لتلك الزيارة، هذه العوامل الأساسية التي تجعل من هذا العمل أفضل من ذاك. أنت الآن في شهر محرم، وأنا طبعا أقل من أن أوصيكم، إنما من باب التواصي ومن باب تذكير النفس بهذا الأمر. وصلنا إلى اليوم الثالث، لابد أن نستحضر هذه القضية دائما يا إخوة، هي فرصة لا تعوض. عاشور مرة في السنة فقط، إن أردت أن أستثمر هذه الأيام أفضل استثمار، هذه هي العوامل: أن أزيد معرفتي بأبي عبد الله الحسين، أن أخلص نيتي في مآتم الحسين، ليس عندي أي غرض دنيوي، لا لأجل منصب ولا لأجل جاه ولا لأجل مدح ولا لأجل دنيا، أنا غرضي طاعة الله، رضا الله فقط وفقط. وثالثا، أن أحاول أن أطور وأنمي كيفية إحيائي للمأتم. ثق بأنك تستطيع أن تزيد عطائك، مهما قدمت يوجد الأكثر، مهما بذلت تستطيع أن تبذل الأكثر. طبعا أنا أقول هذه الكلمة وأنا أعلم أنكم تقدمون وتضحون، يوجد من يقدم أمورا مادية، يوجد من يقدم حضورا أكثر، يوجد من يقدم تفاعلا أكثر، لكن بإمكانك أن تضحي بالأكثر، فهذه الفرص لا تتكرر. ثالث محرم، بدأنا شيئا فشيئا نحس بأن أيام العشرة تمضي عنا، ولأجل هذا لا نضيع أي لحظة، لا نضيع أي ساعة. إن استطعت أن تجعل كل يومك للحسين فاجعل ذلك، إن استطعت أن تزور، أن تدعو، أن تتصدق، أن تحضر المأتم، أن تلطم، أن تبكي، كل ما تستطيع أن تخدم الحسين في كل يومك افعل ذلك. هذا اليوم يوم التلبية، طبعا اليوم يوم الملبين لأبي عبد الله. حسين روحي فداه، الناس جاءوا لمكة ليحجوا بحجه، وإذا بقافلة تريد الخروج من مكة. قافلة من؟ قافلة الحسين. خطب قبل ذلك في الناس: خط الموت على ولد آدم، وخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه. المصرع إذا يقراه الإمام الحسين يؤثر أكثر في المؤمنين: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول الله لحمته، وهي مجموعة له في حظيرة القدس، إلى أن قال: ألا فمن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معي فإني راحل مصبحا إن شاء الله. هل عام حجي قرر رب البرية، عندي مناسك في طفوف الغاضرية. اسمعوا هالمناسك، شوفوا ايش هالحج: حجاج كلهم بالمناسك عدهم علوم، نيتهم القربة وغسلهم فيض لدموم، ونزع المخيط مفارق الأرواح لجسوم، وعن حجر الأسود راح قبلون المنية.
شوية شوية في المصيبة حتى نتهيأ. اسمع يقول: ما شافت الدنيا مثل حجاج لطفوف للمعركة يسعون بين الرماح والسيوف، وتقصير هذا قطع راسه وذاك لجفوف، والتلبية لبيك يا روح الزكية. يلا وصلنا لمكان الصرخة. لبيك اللهم لبيك بنجيعي وبقطع راسي وسهم في مهجة رضيعي. لبيك اللهم لبيك بنجيعي وبقطع راسي وسهم في مهجة رضيعي. لباك ضلع أمي وتلبي لك ضلوعي، راضي على صدري تدوس الأعوجي. وعباس والأكبر وجاسم والميامين بعاشرة قدمهم لجل عينك قرابين، الأطفال يتمهم ورملها النساوين، وخلها لجل عينك تروح اختي سبيه. زينب سعيها يختلف عن سائر الناس، كيف بتسعى يا ابو علي عدها الصفا لحسين وام المروى؟ عباس المروى راسه من فضخ والصفا بلا راس، وكل ما تهر والحاوطتها خيل وميم. يقول: عاشر الحجة يصادف عاشر محرم، وغسلي لعيد الحج أبغتسلى من الدم، ومجلسي يوم العيد راح يصير مأتم. تعرف تكليفك بعد، وعند الظهر يصعد على صدري دعية. حجاج وادي كربلا دون البرايا، عافوا ثياب العيد وامتدوا عرايا، ولعيالهم نزف الدماء أغلى الهدايا، وانا هدية عيدي راسي حق رقيا. ثم أمر بتهيئة النياق والمحامل، هيئوا الهوادج حتى لا وحدة يضطرب هودجها، حتى لا وحدة تخاف على ناقتها. ثم خرج الأبطال الأكبر، أخرج أمه القاسم، أخرج أمه ويجى العباس لزينب. يا مؤمنون الآن المجلس عليكم، الآن القراءة عليكم، الآن التعزية وظيفتكم، أنا سأترك المجلس لكم يا مؤمنين. وإيش اللي صار في هاللحظات؟ يوم الذي
ذكرى يوم الذي راع أنواع الشد الراع قبل عد زينب مبتسم عباس راع وقال لها يا ضنوة علي قومي 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 نروح قالت سؤال قالت يا خويا ما احملي يا هو الذي قال لها عيناك بشري امرك نود نتمت قالت لنعمني وكفو بوجودك الممشايح اللي حافظ الحين هو اللي يقرأ وايش صار يا شاعر طلعت عباس حادي يقول ولزام الضج بهلا بعد كل ساعة عباس وش يسوي نحمل الحوم يعيدها الشباب عيدها كل ساعة عباس ما شاء الله محمل الحور طبل الحسين وناشده شنهي نزلتك يا علي يا علي يا علي قال لا يا خويا نزلتي قولها قولها تدري بخيت نعيدها نعيدها دلل زينب قال لا يا خو يا نزلتي تدري بخيت هذه ما تعرف الذل والهضم ربيت على تقدر تكمل تقدر وش اللي صار الدلال راح العز راح الخيمة أحرقت نياق عجفة حسين راح العباس راح وش اللي صار يا شاعر ليتك يا عباس يتحضر يوم طلعت لإرادة الناقة تعثر يضرب خواتك حق وحسين وحسين صاحت خويا ونصيح وحقايك ما شفت راحهم ونصيح وزجر كل ساعة يضربني ونصيح لو انحاضر يا ابو الشيمة ونصيح وحقك ما جسر واحد علي
بعد هالبيت هذا. زينب على الناقة صارت تخاطب الأطفال، صارت تخاطب النساء، وش تقول لهم؟ بهاي يا 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 عم لا تونون. ليش زينب؟ قالت لا تونون، خاف ان تعثر الناقة وتطيحون. اللهم بالحسين اشف كل مريض، فرج عن كل مهموم، عجل فرج إمام زماننا، ارحم موتانا، لهم نهدي الفاتحة مع الصلوات.